مسموع يا ابو احمد؟ مسموع. نعم. أنا... سامعين. لحظه انا هجرب حاجه هوصل على طول دايركت تمام وحضرتك تتكلم عشان انت تسمعهم تمام. الصوت مسموع يا ابو احمد؟ اتكلم كده حضرتك. السلام عليكم، سامعيني يا جماعه؟ لا اول احسن. طيب لحظه واحده، سامعينه كده كده طيب استاذ عبد الرحمن اتكلم تاني بعد اذنك. سامعينه؟ لا لا لا، لو بترجع على الصوت الاول كان احسن. ما هو عشان هو مش سامعكم، لكن هو دلوقتي حاليا سامعكم. خليه يتكلم ابو احمد، احنا مستمعين له. طيب اوكي حاضر، انا هفتح كده السبيكر. انا اقول لك، انا اقول لك على اقتراح حلو، انا هفتح كده السبيكر. لحظه اهو، انت كده انت بتتكلم كده وانت مستمع ليهم وهم وهم مستمعين ليك. ممتاز، هذا جيد، هذا ممتاز. اهلا بكم مجددا. اهلا بك. الحب يا جماعه، انا لما اتكلم على الحب انا ما اتكلم في الواقع عن الحب الرومانس فقط، قد يكون هو محور العلاقه هو الحب الرومانس، ولكن اساسه وانعكاسه هو الحب اللامشروط، انك تحب زوجتك بل كل انسان، انك تحبه بدون شروط ولا قيود ولا حدود، حب يجاوز الرغبات. لما كنت تشعر بهذا الشعور تأكد ان شعور الحب هو دليلك في الحصول والوصول الى السعادة برغبات لا تعرفها وطرق تجهلها. انت مش مطلوب منك شيء الا انك تكون صادق ومخلص ومحب. دائما الحياة انعكاس، هم يسموها، يعني أشوف أنا معظم يعني المدربين يسمونها كارما، أنا حقا أختلف، لأن الكارما هي قد تكون يعني بعيدة، مش لازم في هذه الحياة، قد تكون في حيوات أخرى، لكن بالنهاية هي الحياة هي انعكاس، ما تقدمه يعود إليك. ما يمكن أن تكذب على نفسك، انك تدعي انك انت تحب وانك انسان تقبل حب. احنا خلينا نفهم البسط بين انسان عنده حب شروط وحب، وانسان اخر عنده حب لا مشروط. مثل الكاس، كاس الكاس اللي يمشي وعمال يعطي ناس حب، يوزع حب، يعطيهم من الحقيبه يعطيهم، لكن الحب لا مشروط لا، هو اللي فايض من الكاس، هو صوت راح يا احمد، صوت راح. الشبكه عند الاستاذ عبد الرحمن. استاذ عبد الرحمن، نعم، ما زلت على اتصال؟ ما زلت على اتصال حضرتك. أنا أعتقد أني طولت حقيقة وأخذت من وقتكم ووقت الآخرين يا أبو أحمد، أنت على فكرة عرفتني الله يسلمك، كل ما عرفتني. لا عرفتك أستاذ عبد الرحمن. تسلم والله راك، أنا سعيد جدا بسماع صوتك الحقيقة، وسعيد أكثر باجتماعي معكم جميعا. الله يخليك. حياك الله. إلى أن نلتقي مجددا إن شاء الله، بل وحتى حين الحين لكم كل الحب والتقدير والاحترام. كل الله يخليك. أنت سامع الإخوة كده، سامع الجماعة كلهم؟ نهائيا لا والله، لا والله ماني سامع احد نهائيا، لكن سامعهم قلبي في الواقع. الله يخليك، بارك الله فيك، الله يسلمك ويحفظك. شكرا شكرا، الله يبارك فيكم. سعاده، الله يخليك، الله يسلمك ويحفظك. انتم منبعها، الله يكرمك ويوسع عليك. ما شاء الله، كلامك طيب والله. عليكم جميعا، الله يكرمك ويوسع عليك. الله يبارك فيك. الى لقاء قريب. مشيئة الله. اترككم. مشيئة الله. بمشيئة الله. بحفظ الله، بحفظ الله، بحفظ الله. أنا حصلت عندي دروب كده، كنت فصلت الموبايل عشان كنت بسمع فويس، ولما جيت أشغل تاني ما اشتغلش معايا على طول المايك، ما اشتغلش السيستم على التليفون دايركت على طول. مخصوم لك نص يوم ابو ادم. ايوه اهمال. $50 لو سمحت. $50. ما هو محسوب زينا $50 برضه. لا
وهيروحوا الأستاذ عبد الرحمن عشان كلامه الطيب وعشان أسلوبه المحترم وعشان المداخلة العظيمة اللي عملها، ونتمنى إنه يبقى معانا في كل بس، ونتمنى إنه يكون ضيف معانا كمان في ستريم يارد، لأنه بصراحة كلامه عين العقل وكلامه موزون، مش زي الكلام السيء اللي بنسمعه، زي ما بيكون في كلام سيء بيجي لنا في الكومنتات، بس كمان في ناس محترمة جدا 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 تتشال على الراس، ناس محترمة جدا. ما تتخيرش طبعا عن الاستاذ سامر، ما تتخيرش عن ابو ادم، ما تتخيرش عن الاستاذ ابراهيم والاستاذ اسامه، ولكن فعلا زي ما في السيء في الرائع، في الاكثر من رائع. شكرا استاذ عبد الرحمن من كل قلبي، وبصراحه كانت مداخله طيبه جدا، ونعتذر عن على العطل التقني. ابو احمد خدنا حقك، وخدنا حقك، وفي خصم نص يوم لابو ادم، مش هقبضه النهارده. طب نكمل موضوع بقى دورة التجارب. نعم. بقول يعني يا ابو احمد بس يعني اكمل كلامي، وطبعا بحب اشكر الاستاذ عبد الرحمن مره ثانيه وبثني على كلام الاخ شريف انه مداخلته طيبه، واللي كان بده يحكي اللي هو حتى اذا كان عنده اي نقد سواء ايجابي او سلبي يكون بطريقه محترمه، واحنا بنحط على راسنا من فوق. هاي شيء. الشيء الثاني اللي هو بالنسبه للتعليم التجالوج، يعني زي ما قلت لك انه اذا كان الاعداد بس نحط وين اين تستخدم، وبنحط جنبها كلمه مثلا يسنج مثلا ايش كيف تلقط وين تستخدم، واذا كان في موجود لوح رائع جدا هذا الشيء، اذا وجد، يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اذا في وجود لوح ابيض او بورد هذا بيسهل جدا، بصير في تفاعل مع المشاهد وهو بشوف يعني بالمستقبل، طبعا مش على الارقام، حتى تركيب الجمل، تركيب الاي ان جي، متى تستخدم، متى نعمل الماضي والحاضر والمستقبل عندهم. برضه في كمان انت حكيت كلمه انا حكيت للشباب انت كنت مشغول، انه كنت تذكرت كلمه مرامي. مرامي في مثلا عندك شيء اسمه مشادو، هاي تعتبر معناها كثير وهنا كثير، متى تستخدم المرامي، متى تستخدم مشادو وغيرها من الكلمات. معنى هاي شيء ممتاز، وهذا بيعود بالفائدة للمستمعين والمتابعين للقناة. احنا كده احنا دخلنا في الثلاث ساعات يا استاذ الشريف، اكمل تاني ولا ايه؟ والله في معنا 13 واحد بيتفرجوا، احنا النهارده عشان 5000 سبسكرايبر، 5000 مشترك. أيوة. اللي الناس ايوه انا عن نفسي بضحي بدل ما انام بدري على 5:30 يا باشا. الساعه 3:30 دلوقتي هنا، صحيح نكمل لسه. متى بيأذن الفجر عندك ابو احمد؟ ايه 4:30 ساعة 3:30 3:30 الفجر بيأذن هنا الساعة 4:23 دقيقة. 4:23 خلينا نكمل الست دقايق دول عشان يبقى عملنا اللي علينا، واتقفلوا 6 ساعات بالظبط، واتقفلوا 3 ساعات بالظبط. 3 ساعات بالظبط بالظبط. ايوه تمام. فا احنا اتكلمنا على موضوع التجارب. صباح الخير الاستاذ جلال رجب. استاذ جلال رجب. فاحنا اتكلمنا على موضوع التجارب، واتكلمنا على موضوع بالنسبه للقناه. انا بقى طالب حد، يعني لو حد من الناس الداعمين للقناه يكتب سكريبتات، يعرف يكتب سكريبتات، يبقى عدى وازح معايا، يعني هيساعد معايا شويه يعني. فلو حد يتبرع بان هو يعمل سكريبتات، يكتب لي بس ان انا اقول ايه بس، لان في فيديوهات انا عايز اعملها تثقيفيه للفلبين، وعندي اكتر من بتاع 50 موضوع، والله عندي 50 موضوع مركونين. فلو حد يساعد فيها اهلا وسهلا، حدش يساعد يبقى انا مع نفسي. عن سكريبتات عن الفلبين، ممكن مش كل الناس عندهم خبره. لا يا باشا، انا عندي الماتيريال، عندي الماتيريال والميديا. انا عايز بس حد ينظم، يعني عندي الكتابه جاهزه تمام، يعني عندي البيانات والمعلومات وكل حاجه جاهزه تمام، بس عايز حد ياخد المعلومات دي ويسردها بقى كانه يعني ايه، كانه بلاش ابو احمد، يعني يسردها كانه شخص عادي. يا اما انا هعملها بنفسي وجاهدا، هيبقى عليا برضو لود ان انا اعمل الفيديوهات الشورتس، وهيكون عليا لود ان انا اقطع فيديوهات البث المباشر، هيبقى لود في حاجات كتير قوي.
الله يعينك. الله يخليك. خلاص سكتنا كده، ما قلت لك خلاص يا عم البث بقى 13 دلوقتي. طيب يلا نختم. ما خلاص 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 خلاص. يلا نختم. شكر لكم جدا يا جماعه، وشكر الاستاذ شريف اللي كان ماسك اداره القناه النهارده، تمام، وكان ماسك اداره البث المباشر في اللي رايح واللي جاي، وكان عامل تنظيم مرور بسم الله ما شاء الله، وكان نازل خصومات فيا انا وسابر لحد لما طلع مظابيظنا، تمام. وشكر الاستاذ سامر، وشكر الاستاذ اسامه، وشكر الاستاذ عبد الرحمن، وشكر للاستاذ ابراهيم، وشاكر لكل واحد شارك معنا في البث ان كان بالراي او بالمشاركه في الفيديو ذات نفسه او كان عايز يشارك كمان. وشاكر لكم جدا يا جماعه، ويا ريت تعملوا لنا سبسكرايب ولايك، يا ريت تعملوا لايك عشان يوصل للناس، وعشان يبقى لي خوارزميات في يوتيوب، عشان يبقى لي تفاعل اكبر على يوتيوب. واللي عايز يدعم القناه في اللي هو في تشكرات او شكريات او هم بيكتبوها او ثانكس، تمام، تدوس عليها لو عايز تدعم القناة ماديا، ولو عايز تدعمنا تنشر الفيديوهات زي ما احنا قلنا. وشكركم جدا، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. لقائنا بكرة مع فيديو المنتسبين إن شاء